صبحكم الله بالخير. شو اصبحتوا وكيف انتوا؟ ها شوف اليوم منو اصبح مياورنا. شوفوا بالله عليك منو اصبح مياور. يوم اقولكم غبه ها ولا بتي هالباخر هالمثل؟ مستحيل تي باخر هالمثل. باخر هالمثل دور دورين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة أدوار هاي اللي فوق بس ناهيك على اللي تحت لين قعر المحيط. إيه أقول لك أنا نظرة عندي نظرة ثاقبة ما شفت شيء إلا أنا بقول لكم شفت البحر مظلم غير غبة سلامة. شو التحرر؟ لازم بتي في بواخر هالنمور. شوف كبل عليكم يسدك إلا ننشور اللي فوق كم نشر تشوفون هنا. انا اروح واغطي عني هياكل. شفت كم نشر بالله عليكم؟ يميع الانشور حوالي 9 انشور من كل بلاد من الاوادم داخل حاطين لهم نشر. هذا انا عاد ابوي كبري وعبري ها ما شاء الله علي. هذه كاني البخت على التخت والوجه ميثن والحاله. لا لا متى رقدت البارحه؟ رقدت يا ابوكم عقب نص الليل الساعه 1 2 أبطيت تراني أرمس وياكم. شو اللي خلاني أرمس هكذا؟ سهرت وعندك دور والله يمكن من أشوف حد يتريض يجري ولا يركض إني أتغمض على عمري. لكن إن شاء الله إن شاء الله أبوي مدام في العمر بده إني بستمر على رياضتي غير حين. هاي إصابة وإصابة رب العالمين رايد اللي هي خير خير البني آدم. كل شيء الله يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ها كتبت الله وان شاء الله اني بغلب الحين بخير. انا لكن خفت اخاف اني ان ركضت ترد علي مره ثانيه. لكن ان شاء الله الامور طيبه. يلا اظن الجماعه يتريوني تحت على الريوق. يلا بنظهر عاد الحين بنزل جدار. عندكم خبر اني البارحه مخلي حبه البارحه امس طول النهار مخلي عدم الازعاج خارج وما حد ينظف حجرتي هنا. ولكن الحمد لله ما كانت لاي طوايد الحجر غير كنت كنت اتمنى ان تكون منظفه ومعديه. غير الغلط مني انا اني ما شليت مال عدم الازعاج. وشيلكم الاسانسير وصل. ايوه دام دام يلا اقول الاحمر روح يا ابوك ها وجه في الماشي خطر ها خطر والله انه خطر الحمل. كل شيء منهن يشتلم من دبي وشيء منهن يشتلم من ابو ظبي. هاي البواخر الكبار ويلفن الدنيا العود بكبرها. شيء منها يوصل لين سيدني، شيء منها يصير لين امريكا، شيء مده الرحله 3 شهور، شيء مده الرحله شهر، وشيء 20 يوم، وشيء بعد مستويات بعد الغرف، شيء من نجمتين لين 7 نجوم مستوى الغرف، وشيء اسواق وشيء مسارح وشيء ما الدنيا والدين فيها. شيء مهول ما ادري كم الف تشل وما برخاص. شيء منهن غلايب هاي الحكي إيه؟ شيء منهن شيء وحده تشتله ظني من البندقيه وتلف الدنيا يطيروا لها من الامارات ومن الشرق الاوسط الطيارة لين البندقيه يعني نقطه الانطلاق من البندقيه تكون والله وعالم تستعملها يعني تلف الدنيا كلها ما تخلي محيط. احلى شيء نمي الا سعاد روحي اي وصل بكيلو This is بكيلو يس سر ثانك يو فيري ماتش ثانك يو والله ولا يحق انه يعني هندي ولا سريلانكي شيء بيرفكت والله ما تهين. اقول لكم شوف الدنجر دنجر غادي شيء اليوم هذه اللون روحه رحب من بعيد يصير يومين والله بقولكم المطعم حب المطعم شو اسمه لا والله المطعم مال ريو فنان على ما تقول هادي هناك يميع الريجات والدنيا وانا مركوز اتريح الجماعه. انا اليوم جدبت انا اليوم قدمت شويه الحين لقيت لهم وين عاد انا زايق اني انا تاخرت عليهم. قالوا لا ابتدى انت في الريوق ونحن ان شاء الله الحين جايينك عاد بقيد روح ادورها في الهواء لقطها في السوى. يلا كان تبون الصدق البيكولو هذا وايد فنان
انا ما اعتقد طعمته، لكن يجميع الشباب ولا طرشوا لي مسجات قالوا والله مكود عندنا الفيلم فدي غير انت لانك مش من رواد المقاهي والكافيهات، فلذلك انت ما تعرف البيكيلو. اي والله، لكن بلاده هذه الحين انا لو قلت تشرب الشيء في بنك بلاده هذا الحين عمل بحره داره وموطنه، يعني يوم يقولك والله المخمرية وين في البلاد الفلانية، لا المخمرية بوية مرك منشأها الرئيسي الإمارات، نشأة المخمرية الإمارات، مستحيل تلقط المخمرية في أي بلد في الكون، فلذلك البيكلو بلاد استراليا، ليكون ما باستراليا بعد، لكن هي لا كل حد يقول بيكلو، بيكلو اسم استرالي، فلذلك شراب استرالي هذا كوفي استرالي. في خبر يقول لي خالد ابوي البيكلو موجود عندنا في الكافيهات، تعال كافيه الكافيه الفلاني بتطعمه عندنا في كافيهنا في كافيه مالنا، وتعال بالكافيه مالنا ان شاء الله من اوصل ان كنت انا مخطف طريق كافيهكم ترايت وتقهويت عندكم، وبنقارب بين اللي في على عمل بحره وعلى ابوي اللي ماخوذ من بلادهم. يلا في مال الله قلوب تريد تدبي هاي في الليل، نحن أرقود يومتي أظنيت من بعد الساعة 12 في الليل يد تدبي هتي هتي يد دادا هتي هتي لين طابقت هالمكان انزين، ويوم طابقت يعني الفرضة الفرضة روحة تقول عن رمستة عن رمسة نفسها روحة ترمس عمرها تقول يا سلام سلم يا رب البيت والحرم، شو اللي استوى يا من بات فقير واصبح غني، لاني البارح بايت انا بخير وسهالم مره ما في باس، واصبحت الصبح ابوي مطابج عندي هالباخر العود وفيها الناس ليواد، يا حافظ علي اسمي كل حظ، هذا ابو كل الحظ هذا ابوي، هذا هنمونة الحظ الفنان انك بايت فقير واصبحت غني، الفرضه بايت ما فيها لوث حتى مربعه واصبحت ابويها الباخر العود تغنيها ليل. بكم نزلت لكم اطري البيكلو واحط الرش لي الشرح ماله او مكوناته او متى ميوب استوى في هالبلاد، وحطيت لكم اياه بالانجليزي كم محتوى انه يعني من 10 سنين اخترعوه او انه من عشرات السنين، واحمد ذني يا من 10 سنين موجود ولا من عشرات السنين، ها ما فهمته المراد ان فنان يمدحونه. طلبت لي ثاني بعد ها الحين اثنين استوى وديتين طلبت كذا، هاي الودي الثاني يلا بنرمس خلاط زين، بنصير اليوم في مغامرات وايد وان شاء الله بنصور لكم الاحداث بنصور لكم كل شيء، سيتكم بس الا اليبل انتولي على صدري. اي والله يا سلام يا سلام، دنجر اليوم لعب لعايب هالدنجر فوز عنا ما شاء الله تبارك الرحمن، انا محللني يا ابوك هب له محللني انا. يلا برايكم اخر ناس ابو ظاهرين من المطعم نحن ثانك يو فيري ماتش ثانك يو، اخر ناس كان حدرهم يظهر اخر اللوادم هذا نحن هي لك ابو ليس، لان نحن ابوي ريوقنا رسمي هو غداء وهو ريوق عباره، فلذلك ابوي تكون ظهرتنا الحين عيني من الله خير شبعانين بس ليه خلاص كل حد مطرف بعد ماك انت ها وهالمنظر الفناني وهالزين ها طعم زين جو طعم الله عليكم شيء لا صار ولا استوى، والله هالبلاد فنانه ولا بيجيها هي يسكن هالسكنه اللي انا ساكن فيها، لان احنا ساكنينها من اروع ما يكون ان شاء الله شوف الله على الشيره ان شاء الله تلحقون عليها شوف الله عليكم شوف الشيره مكبرها كبر الفندق ظلت تشوف معرضها ابوي اليوم الترتيب ترتيب عود ترى وايد اتفاقات اشوف هناك عند الكونسيرت سيرة طويل عريضة ومدح لها أول العلم الله بتتاليها الحين بتبتدي الرحلة جيتنا ظني بني اليوم مخرين نحن هي نعم زين فالعلم عند الله يقولوا بيسرون غابة وشي طيارة وشي
جزيرة أدغال والجزيرة هذه فيها شعبية يعني شعبية صغيرونة وفي طرف في طرف الشعبية الغري يعني في طرف الغري شيء مطيعم انياز كلنا فيه وما ياز ردينا والرحلة مدة 8 ساعة أمور وايدة إن شاء الله خلاص بتشوفونا عاد ويا التصوير ويا العلم هذا ويا التصوير ويا العلم ويا الخبر ويا الدنيا كلها إن شاء الله إذا الله جعلنا من حيين. شوف العالم كلها تتراكم يا سعد حظكم والله والتبابين الصاحيه. أنا يا أبوك تدري شو قالوا؟ قالوا والله أظني في هذا نقص كالسيوم، أحبك نقص كالسيوم مغنيسيوم ما أدري شو قالوا فحص هذا مال مغنيسيوم هذا اللي يدوم شد عضلي حتى وهو راقد في ريوله هذا أبوي عنده نقص ما أدري شو قالوا. وإن شاء الله أني بسوي سويت كابتشر جزاه الله خير هاللي طرش اللي المعلومة هذه وإن شاء الله أني بسوي الفحص وانضح هذا بستعمل الحبوب هاي اللي مكمل الغذائي اللي هو نقص الفيتامين نسيت والله ما أدري شو مسوي لك كابتشر جزاه الله خير هالريال كان ريال له حرمه اللي مهتم في موضوعي وطرش لي واللي من غير اللي كل خيله ولا كل مره ولا كل صبره ولا كل قصته واللي كل ما لا 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 واللي سوى لك لبخة طحين وملح وسح واللي يعني كل حد قال شيء حد قال حد كركم حد ما تم شيء في الدنيا ما عدته العرب اللي شو صار فينا ما الحول ابوي الحول اذا الله جعلنا من الحيين والله اليوم كان مفروض اجري لك خفت انها تزيد علي ريولي يعني اليوم شفت مني بخير يعني يا روما دتش ها بخير الحمد لله اللهم لك الحمد يا اخي خفت ان تجيني اصابه مره ثانيه وانا بعدني يومين في اهل تعالوا باكر ترى اخر يوم لنا في هالبلاد اذا الله جعلنا من الحيين وان شاء الله ابوي رادين البلاد اذا الله راد يوم الاربعاء بنطير بنوصل مطار دبي يوم الخميس يوم الخميس الصبح بنوصل اذا الله راد حافظ عليها تختل وراي يلس تختل شخ يلس يشرخ صور وفقير كل من بغى ترى يسجل فيديوهات ويظهر حسي أنا عنده ونشي يكنسلهن زايدة تم يطالعني بطرف عين شو هذا دار الأوبرا من فندقنا جريبة لكم لين توصل هناك لازم تخف أبوي من ورا الخور بر هذا للبر هذاك روح أفتش ما شيء عبره من فندقنا العبره ما أدري من وين بعد وين كنا البارحة وين المطاعم هذاك كان العبره ويخطف بك من اخر الدنيا لين هذا لكن اكيد ان الفندق شيء عبره شيء طريق 100% شيء طريق هذا الجسد ترى شوفوا الواحد يظهر من الطرف هذا من الطرف هذا شيء جسر مني ها ولا هذا خور مني الله اعلم لازم اكيد ان شيء جسر اللي يربط هالبلاد بهذا شيء حلو اسير هناك بصور اكيد انه بيظهر صح ما اعرف طريق ليش ما اسير اجرب خاف اتاخر على الرد شو ظنكم شو علي حد منكم يقول لي شور ولا ما يحتاج الفضول بيجثلني الفضول هذا اخوي توني وين كنت الحمد لله اني جيت قبل ما نسوي تشيك اوت من هالفندق ورا باكر الحمد لله اني شفت هالمنظر ها شوفوا ترى وانا اقول في خاطري ما بسير كان الحمد لله فضول اللي كان فيه يابني وكان وايد فنان طلع المنظر طلع عليكم خوزي سبحانك يا رب هذا التفر تفره باخره حد يدخل عادة على النت ويشيك عن علومها واخبارها الباخرة هذه شوف اسميها البلاد بلاد حد يسوي زوم على السمونه هو اسم الباخرة ويجيب لنا علومها وانا اعرضها في الستوري للي بيعرف اخبارها وعلومها انها واصلة هالدار وين تسير وين تي شو داخل شو ما بداخل وادي ما شاء الله امس هاقوطي غريشة الياردلي مليون حط الرشي عنها اخبار وعلوم يلا تمري لو حين في هالباخر وحطوا اسمها وعرفوا وخبروا ان بنخبر العرب عنها
زين والله مكان وايد فنان كان تبون الصدق. الباخره فنانه المكان اللي تو جايين بعد فنان هنا. السلام عليكم حبيب. والله ولا عبرني والله ولا قال لي كم الخبر. برايك ابوي انت الخسران كم بحصل انا من الليجر؟ بحصل اجر دي ودي اني سلمت ولا سلمت حصلت الاجر، ما رديت علي بعد حصلت اجر حتى انا اجر دبل دبلين. يلا برايك معنا. ابتدت الرحله من قبل ربع ساعه تحركنا. الرحلة مسافتها تقريبا ساعة ونص، 110 كيلو للمنطقة اللي نحن سارينها اسمها الجبال الزرقاء. على تكاليف حبيبي حطني وسط الجبال، الجبال السود يا غير هني أبوي الجبال الزرق في هالبلاد. منطقة خضراء ما بيبالها ما بعليوة، مسطحة لكن خضراء وفيها قصوص وحدود. وإن شاء الله من أوصل بنصور لكم بنعطيكم الأخبار. من الأماكن اللي يمدحونها ومفروض أن اللي يوصل سيدني لازم إياها. وابتدت رحلتنا قبل نص ساعة وإن شاء الله بنوافيكم بكل ما هو طيب وفنان وزين. وياركم الله. أبوي من نزلت الخبر أبوي أفيدونا بمعلومات عن تايتانيك هاي اللي جت أصبحت الصبح مشاهدتنا. يتعاده التقارير وإحنا نزلنا في الستوري لكن بالإنجليزي عاده، واللي يبي يحوله من إنجليزي لين عربي بيعرف الهس كامل. أنا لين ما قريت ولا عارف ولا في ذات أروحكم عارفون. يلا شكرا جزيلا للي طرش الصور والمعلومات عن الباخرة، كل الشكر والتقدير له. ونحن وصلنا ما أدري وين بين البيت عرب ها وين عرب ما زين لبيتهم. قطعنا ما يقارب 60% أو 70% من المسافة. الحين ابتدينا نعرف الارتفاع أكثر من ربع ساعة ابتدينا في الارتفاع. الحين وصلنا إلى ارتفاع 40 40 we are now in 40 highest where how high are we are now 500 over 500 meters. اكثر عن 500 متر نرتفع حاليا عن مستوى البحر. اجيات بعد 500 متر وبنوصل للقمه اللي هي 1000 وكسور. يعني من نوصل هناك من ابتدى نصور ابتدى يعني المكان ابتدى يزين. يعني هم بونا فنان مبونة فنان على ما تشوفون فنان مبهو. لا من هناك البلاد كلها فنان على ما تشوفونها كلها فنان وكلها غابات يا غير عم من فوق بيت غدي أخير إذا الله راد. ما شفتوا ياكم الحين الفلتر مال البلو اللي يبل الأزرق تو الحين حطيت لكم إياه. هذا نيشان إنه ابتدينا في حدود اللي يبل الأزرق. الجبال الزرق هاي لك الجبال السود وهاي الجبال الزرق. محروزين 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 يا المتابعين. يا الله يحفظكم من كل عين من كل شر. قلنا لكم بعد شيء ثلاث يبال يبال الخوات اسمها. احنا من اوصل بس عن اسمهن ليبال. كل يبال له اسم معين خبروني بالشباب مساعي غير نسيته. من اوصل بتاكد من الاسم بخبركم. حتى القطار يوصل شوفوا وين لا يكون مقطار هلا ولا قطار ترى شوفوها سكلين اللي يبل الأزرق هذا برسم الخدمة. ما يدري كم تذكرت هذا يا ركالله يا ابو اصيل. يا ركالله الى الله يحفظك. زياغ بعد شو ما يفتح تذكرة حالي حال من قطع تذاكرة. نبدأ عزمة العمدان ابوي تتهاوى عمود وراء الثاني عمود وراء الثاني. يا عذرتنا اقول كنا مساء حطيت هالكلام حق الحريم موجه. حطيت لكن العنوان مال الباخرة للي يبي يصير حرمة لي ممكن تحيد رأي لها ما يقر
ولا شياته تعذر عليه وديها في الباخره. بتازم ابوي صبح ومساء مشاهدتن اللي ممكن تحيد ريلها ما يقر، تقول لابوي انا باك توديني كشته وانا بباخره، ترى وحجار وحجار البواخره صغار اثنين في ثلاثه، بتازمين ويهك بويهه طول فتره الرحله. فابدا عن تخلينه يغفل عنك لو ثاني وحده. وانتي والخير ارباع في هالوصفه، واللي ما تحمل بتحمل، واللي متناقمه وياه بتتراضى، واللي شو بقول لكم امور وايده. هاي البقعه وصلناها الحين، يقول لك بعد شد لا بقى ضيم الضيام في هالمنطقه سوح فيها حريق غابات. سيرتنا كم ما عندنا منوع هذا يعني. كان حد عربي كانوا حاطبين شيء في حاطبين يحافظ عليها الناس. هاي استراحة في نص الطريق. نحن وصلنا حين غير هذا قص هني. القص هذا تطمش تروم تشاهده من هالمنظر اللي هو مع الجبال الزر بلو يسمونه مونتن. سيارتنا حينه على ما تشوفون يعني القطن هذا كان بعد وادي فروحه يطمش. ها شوف الهويه، شوف الهويه، شوف الهويه، يا عجل الى الله جل جلالك يا رب العالمين معظم شانك سبحان الله. شوف بديع بديع خلقه الله، اللهم لك الحمد. هذه هويه يقول لك شو على البعد يبين اللي بال زرق، هاي يسمونه اللي بال الزرق. على هالاساس من غلط زراعتهم وغلطها مزرقه، شرات الخيل القوه الباطنه غلطها غادي يقول لك مظلمه سود المزان نخيلهم سود بظلمه راد من كثر نخيل الباطنه السنين الاوليه، والأخص جدا صحار وين البطرانة ومزرعة ومزارع اللي من غير. كان أهم واحدة فيه إن هي نخل بطرانة، يقول لك لي يدخلها ما يبين ظلمي ما تطلع الشمس اللي يوم بيظهر من حدودها من داخل من يوف المزرعة من يظهر الواحد من 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 نص المزرعة شاف الشمس ولا داخل أبدا غتل على ما تشوفون هالنمونة. هناك عم ظلمة هالدنيا وهني لا ترد بزرقه. الحين رجال يقول في خاطر هذا انا جاي روحي هني جاي افتك من الصدع والديانه، جاي اني هذا معالي راسي يبربر. يا ربي شو هالوذا اللي يعني شو مسوي في حياتي؟ هذا راعي البي ام تراه المساعد بسيارته هناك جاي فقير بيروح ياخذ ينفرد بعمره، متضارب ويا ربيعته متضارب ويا اهله رايغينه رايغن اخوه العود الله اعلم به. اعتقد انها مضارب ويا ابوه يبقى بنت جيرانهم، وابوه قال ما تاخذ الا بنت عمك كانك بتعصاني لا انت ولدي ولا انا ابوك، ونشى ابوي ونقمهم. وهاي لسته قال دند بط عمره برفجه ويميع ليمن يا ما يخوز من من من, من عند هالقص لين يصيرون يخطبون له اللي هو يباها. الحين خبروا الخوال وخبروا العموم وكلنا كادين ساقة على اللبو، يبونه يلين يبونه يوافق يبونه يعني ابدا. وهذا قال لا انا ولا من رد، ودر سيارته وعقب ويفتحها من فوق هاليبل انا روحي شوف العين شوف عيني شايف انه عق المفتاح في الهوي اللي هناك اسب الا ما يغير راي ويرد. وتام الحين بلي اكل هذا اليوم الثالث وهو متفيزر هالتفيزيره، لا أكل لا شرب لا همك الله لا هم يحزنون. حتى تصبيعات متيبسات تشوفونها سود قاعد تصبيعات تيبس فقير. هي والله انها مشكلة هذه. يبوك الله ان شاء الله يهدي هبوك يوزك ان شاء الله لاتباهها بتسوي ودرها عنك. بعد قايلين لي انها عارية ريلها اليسرى اقصر عن اليمنى وتعري وشو تباهها يمي عشان خدت ابوي بتعمك ريولها صاحيات ورقم واحد صدق انها متينون لكن بتضعف. الحين ابدا البنت ابوي غادي كبرت سياره ومن قبل ابوي العرس باسبوعين ثلاثه دخلوها النادي وانسحتت وغدت لك يريده في جيل يا رب ارحم.
بيت نصب ابوي الشحوم هاي كلها بتر وما تاخذها خلاص فك عمرك والله لا تسمع شوري سمع رمستي انت سمع رمستي اقول لك وتسر خذ بنت عمك وبتضعف وبتغلي بخير وسهل ودر هاي هاي تربيعك شد ابوي قضيت ومضيت وعديت ما يستوي عاد هاي حين حرمك حين بتازم حرمه هاي حرمه بتي من هيمي العيال لا ابوك كان بتسمع رمستي انك تودرها وتفك عمرك من الصدع ودي انا وتاخذ بنت عمك وبتضعف بتغلي بخير وسهاله هي لانها هي هاي تربي يعني شو بقول لكم امور وايد شي خسري خل ابوي على هو برايك برايك ابوي سامحني انت بدكم يعرف عربي يا ربي ندوكم ترى عنده غير شتمة قرب الله ما كذبه يا امك شوف ترى بيوت هناك شو ظنكم يعني بغى شتمة ظنكم كان بيتمسح بيصلي ولا بينقطع ما مسوحة ما بمنتقط لو انتقض مسوحة كان ما بيشرب ماء بس شوف بالله عليكم شوف مازيني شوف مازيني وين في خاطري اضك من ناكل تربوا عنا من قصي كل واحد ما بطلع شفتوا بالله عليكم يا سلام سلم بلاد عليها رضوة من الله ترى الغرام نقمني وصار كان هناك يالس ودرني صار من هناك يكون من الصدع هذا يبربر لا 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 فك حينها فك من الصدع والديان وصار حي من هناك قوي اتفقي سيدي يعني ها وات از ات ذا كارت واز هير يا بوش ذا موف بوش اه اند ذن انشورنس كلايمز ايوه شوف انت ابوي حق اللي مسوين شو اسمه حق سيارتهم تأمين يقول سيارتهم من فوق أولنا ما أدري شو النظام يقول عندهم شوف المكان المهم ما صرت أصور عنده لكن الحين إن شاء الله بسير أصور لكم يا سلام سلم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سبحانك يا رب ها مسويها قلب المجروح اي عاد هاي الحين تشوبه ولا تضاربه وضنكم وتناقمه الله اعلمهم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لا اله الا الله اظن حيوان شيء بيكون شيء لازم شيء حيوانات 100% إله إلا الله شيء ضباء وشيء حيوانات بيكون لكن ما ظني فيل وما فيل ما ظني شيء كان قوم زرافة وما زرافة وما أدري شو هاي أشياء أكيد ها شوف سبحانك يا رب ما أعظم شأنك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد طفر السيارة كثر ما حشرت قبل ما نصير بعدها باس منزور لين عينه يميع السواح جايبينهم فوق هالجبل ها هذا مقبرة الباس قطة مش واللي شفتوا الحين صورة هاي الصور ثلاث الخوات اللي بالها يسمون ثري سيسترز هذا هم صورهم وحين عاد بنصير ظهرت لكم من النت وان شاء الله الحين اول ما نوصل ان كانت الرؤيه واضحه صورت لكم اياها وما كانت واضحه ترى العذور السموحه جنابكم نحن وصلنا هاي قريه كتومبا وهي هذه ثلاث الخوات اللي بال ثلاث الخوات وانا تابع الكتومبا نحن وصلنا مره في نص في عين الماء
خطفنا تونا على المدينة روحها الحين هالقرى اللي تابعها كتب هذا نعم والله قرية حلوة هالستيشن ماله يوم تنزل العرب وينزلوا على هاك يشوفوا الباصات كلهم تسواح يطمشون يطالعون يبان يطالعون الدنيا هذا المدخل عاده مال الاستراحة أنا ما تشوفين جميل شكله والله من داخل المبنى تحس به يعني مليون شيء له كل وين ما تصير مطاعم اللي حق طحن ها نون باثروم يس بليز ليفت هي ليفت ثانك يو بسم الله جميل بسم الله الرحمن الرحيم ايه هاي ها شوفوا تحت عرض على اساس انها من سكان هالمدينه الاصليين ايش قايل كان او شو اصبحوا سبحانك يا رب من عرب الاول افتن انتباهي قراش شوف كم كبرهن كل واحد كبر السلندر السلندر هذا ب50 درهم غابيات بعد حق خل الخل الحولي يا الله كل وحدة تشيلها ضنيتها 40 قرشة هي نعم 40 قرشة يدور الغراش اللي بيمتو داخل هالغراش شو كم كبرها هي لي هالبقع ولي الأماكن السياحية حتى لو بعيد براي ترى ما ببعيد ساعة أخذنا من سيرتنا لين جيتنا ساعة صدق خل هاشوا الباصات مكثرهم ما هالدورة ما هالدورين يعني بوي العالم لو هالشيء ما بغاوي فنان ما بتعنا له العرب من آخر الدنيا جايين حد من الصين وحد من اليابان وحد ما أدري وينها شو بقولكم والله العظيم يا بلادهم ينها ما شاء الله تسوى وتستاهل والله من يعني لها يلا خرتني the name for these three sisters hey three sisters okay. Samian the first one the first Ula. One is Minai Minai second one Wimla Wimla والثالثة Ganidu Gandu Ganidu Ganidu زي اختي تعرف Gandu hey Minai Wimla Ganidu hey Father? No father? Father's dead. حليلة. الله يغفر. He died in the war. حليلة. الله يغفر. And then because he made them to stone. Hey. So they didn't get kidnapped. Hey. Then he died in the war, in the battle. Hey. And could never return them. حليلة. يا ربي. قامتني هاي شيء. ذا في ذا إسلام. ميناي. هاي قامتني هاي ميناي. حليلة. شيء مين. على يعني. Everybody, all these people yep. coming to see these three sisters. كل هالأمم العالم وكلهم جايين يطالعونها ثلاث الخوات هاي هذي تشوفون في ذمتهم عاد الله سار يعني عانين من دار لين دير أما شوفوا بعد حوادم هناك وراء الخط هاي اللي قلت لك شيء ابوي شيء ما شيء بعد هناك ما جينا الحين بنسير الحين شوف لوين يوصل هذا الزوم مال تليفوني ما شاء الله عليه عشان ما جاي بعد بسم الله رويلاتي وكلتوهن بعد بتاكلون تليفوني ما بغلبن عنكم عشان ما ينسرق اصلا الله
just now? There, after this mountain. The cliff is where we first came in. شو الهوية هاي اللي تشوفون هناك هاي الظلمة هناك وين كنا قبل شوية وحين هنا فوق 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 ونحن ليه وصلنا هالمكان اللي نحن فيه والله ما تجري ما تحي يعني هذا هو كله شلالات مفروض يكون شيء شلالات كان الحين يقولهم ما ياهم زود مطر يعني ما بوقت أمطار ما بوقت أمطار يعني لو وقت أمطار أو أن الدنيا بتخلي أخبر عن هالنمونة هو بتلقطون شلالات أولنا يبيعون شيء عندهم بيض بعد ثلاث بيضات وكم 225 دولار بيض إيميو what they call them for this eggs إيميو إيميو أظن بيض ديناصور كأنه قال ديناصور بيض ديناصور محافظ من هاي السنين هذا this one إيميو نعم إيميو Thank you. Today in the bush. هذا فرجع الأرض الكبير وبس شال الدنيا كلها أقول لكم نحن الحين في يسمونه كنا نزلنا تحت من هاي اللي شرفت القطار ونمشي الحين في نصابة مسوي طريق حد ساير وحد ياق في نص هاليبال من تحت في نص الغابة منظر جميل وكان بارد موت يعني في قعر الغابة البرودة أكثر عن فوق قعر عاد في الأرض يعني نسبة البرودة وايد عالية عندهم كم عاد ما قال توي غير نسيت وكان جميل يعني شيء غريب ما تشوفه شوف مثل هذا اوكي اللي يبعرفوك ناك ها شرات الصرم وهم بصرم سبحانك يا رب وما بيستوي عندهم العسل وما بيستوي ما تشو عندهم تمشي من مكان لمكان 15 دقيقة حينه من المحطة اللي نحن وقفنا فيها للمحطة هاي 15 دقيقة مشي عاد لين توصل ما تشو بيستوي بعد جدا Come on.
Yeah, not anymore. This one closed in 1923. من جنب يكون هذا كان؟ But it was almost 100 kilometers of tunnels in the mountain here. 100 kilometers. هذا العمال كانوا يصيروا يجيبوا الحجر الفحم الحجري من هالمنطقة وكان عمارهم ما يزيدون عن 40 سنة لأن المكان اللي يستخرجون فيه الفحم كله ثاني أكسيد الكربون وحياتهم كثيفة مساكين فتغربلوا طار برا وغرابي وين حقوق الإنسان وين عزرائيل وين طحنت الزمان هني ينبغى يرمسون حقوق الإنسان كدوا ساكن كد البلاء هنا يظهرون الحجر هذا الصخام حق القطارات وآلاف مألف اللي ماتوا عشرات الآلاف مئات الآلاف كم ملايين بعد كل ماتوا أبوي والسبب السبه إنه يخلونهم يحفرون هذا الخندق اللي شفتوه 100 كيلو متر يسير 100 كيلو متر يسير والسبه انه يموتون من نقص الاكسجين اكثر شيء يكملون بوي عمارهم على 40 سنه اكثر على 40 سنه ما يكملون بيعمر عمر عمر اكثر شيء 40 سنه من 40 سنه خلاص قطع التكييف توكل على الله خليل الله يغفر لهم مساكين هذا بعد شيء ثاني بعد هذا بعد شيء قطار بعد مقير تركب ووديك أنا ما تشوفون شرات الكبسولة شرات الكبسولة أنا ما تشوفون دخلنا والله في مكان مظلم هذا الحين اللي بنركب ركبنا الحين مونتين الاولي والثاني اللي كنا كبسول وحين هذا ها على ما تشوفون وحين هذيك ها نعم عطينا شيء شارات الحيل في دينا ها مثل هذا تحط على هذا وتخط ابدا شارات الهوش مال مال اللي مشنترين هن في شو اسمه في وزاره الثروه الحيوانيه ابدا على هالنمونه كل حد ها يمشي ها خلق الله ما خلق شوف كم اللواد العرب كم اللواد اللي صار فيه تريون السيل وحين بيركبونا في هاي الحين بكي ها هذه شو حلوه صارت شوفوها هاي تسايره ولا جاي العلم عند الله اظني سايره كانها ولا جاي على ما تشوفون هذا الحين وصل بينزل اوادم وبيشلنا نحن كبسوله وتأرجح ما ادري كم هذه معاد كذا تقريبا وصلت هذه بشروبها بشروبها حد لابس حمر ابو الفادي خيبه العوده
هذا وين طابق الحين؟ هذا ايوه 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 على ما تشوفون حبيت تنتشل العالم اللي داخل كلها. يلا عاده ايوه هذا تظهر العالم هذه كلها ونحب ان ندخل عقبهم سيده الله عالها. ابدا ذكر في المصلخ ما ادري وين شو من المصاخ في تشوط طريق باب الزرب ويصير نسيد وين المصلخ هناك على القصاصي عقب ما تعق اي والله تذكرته شي نفس الترتيب كافي من الشر هم حق من الترتيب. اول واحد ركب انا بشيركم عاد قايلين ان اخير مكان هذا اخير مكان يلا لا كل انت هذا اخير مكان نحن ابوي خذنا ترى ملغننا الدري والقايل ابوي ترى اهم مكان هذا على اليسار وانت نازلين قولي خطبكم على الشلال على ما تشوف بدأت الرحلة الحين أنا ما تشوف لا إله إلا الله شوف الشلال بالله عليكم هذا عاد أيام الموسم شي غادي يوم الأمطار القوية شي غادي روح من 100 مليون سنة على خدود مستوي 100 مليون يير 100 مليون سنة الخيبة 100 مليون سنة أحس أني أكذب ودك تطيح تليفوني انه بيصير ايده سبحانك يا رب الله لا اله الا الله ما زين هالمنطقه خلصت الجولة ترى خلصت الجولة ترى بدت دقيقتين خطر يصور عمري شوفون عاد شو الفائدة بلاي شلال ما حد إلا الجماعة هاي وراي شلال وبقى اللي بي لا تقول ما قلت أهم مكان هذا من تدخل على اليسار أهم مكان هذا اللي مصدي أسيء أمس Thank you very much شايف أني أنا وافي أنا اللي قلت لي شكرا ما حد والله افتكر والله أقولكم غير نمونة أخلاقي شيوخية مفروض ان الرد الحين من وين جينا لكن جماعه ابوي تبغوا يدريوا لنا قالوا ابويها خلاص نحن تسدنا ابوي سيره وحده فيومين لقطنا دريوا اللي تريانا قدامنا بدل ما نرد على مثل اثرنا بس سويناها يعني سيره وحده سير ورد حق شو هاك اللي يبي يشوف المناظر دبل
شو على اليمين واليسار، نحن وسدنا بس مرة واحدة الحمد لله. صباحك صباحين، صباحا يا طرد الفجر، وصباحا يا دي الدين. مرحبا يا ابو محمد، اسعد الله صباحك بالورد والياسمين، يا مرحبا السعد. غرنا منكم خلصت ابوي رحلته وحين نزلنا حينها البلاد وحين بالاتجاه جدا الفندق، وان شاء الله ساري بنصلي بنعمنا الله خير برد نظهر معزومين على العشاء اليوم اذا الله راد. البلاد ما شاء الله بعد حين لين حين ما ظلم الوقت، العصر العود عاد عندهم، ان شاء الله نلحق ان شاء الله. الجسر هذا أول مرة أشوفه، هذا الجسر أنا أول مرة أشوفه، يمكن طارين خط من تحت. أنا أبوي جنيد موصل فندقنا. ها بسم الله الجسر. ما تنقص يا ابوك، هاي يسمونها ايه استراليا، متى والسياره تشرخ؟ يقول بعد شيء طرق 5 ساعات و8 ساعات من مدينه لمدينه، هاي لو بسياره كم 15 يوم. لا اله الا الله، منو قزلهم هالاراضي كلها؟ ها ايه هذا ابوي سوق السمك مالهم، يقول لك اكبر سوق سمك، اول شيء اكبر سوق سمك في العالم كشبره، شبره سمك تركيا، وهذه الثانيه في طوكيو، ثلاث، اول بادي طوكيو عقب تركيا وعقب هذه البلاد. وهذا الرجال، السلام عليكم. شو اسمك؟ اليكس. ثانك يو. يو سيد تركي اور طوكيو؟ طوكيو. ترى ابوي اكبر سوق سمك في العالم في طوكيو، وثاني سوق سمك في العالم عندهم في سيدني. هذا الحين صورت لكم اياه، شو الفائده؟ كان لا بشير تدرون الساعه كم يفتحون؟ ات وات تايم ذي اوبن ذا مورنينج؟ 5 o'clock. من الساعه 5 الفجر انتل 4:30 4:30 بي ام بي ام، يعني المساء. ما هو حالنا ولا كان في خطرنا نصور لكم اياه، لكن ما شيء وقت، الساعه تسكروا قبل نص ساعه. يلا بارك الله فيكم. زين مساكم الله بالخير. هذا اقول لكم الله يحفظكم، كان معزومي فيه على العشاء اليوم. هذا المطعم كان مكبره من هناك، وهذا مطبخهم، مطبخ المطعم، كان حد يروح يصور المطبخ من خاري. والله العظيم، وان شاء الله مطبخهم والله مطبخ فنان، كلها ورشه، كلها ورشه. شوف اللقون، شوف الدنيا، هي حافظ على هالمطبخ. المطعم عاد هذا بجنة على ما تشوفون، ما في إلا نحن، يكون تونا جاي. اي والله تونا نحن أول ناس يجلسون، لأن الناس أبوي تجلس تبطي فيه، الناس ما حد يجي من المغرب، نحن أبوي نتعشى من المغرب ونسير نرقد، ترى كادين عمارنا كطول النهار. يلا بنسوي في خلاف. وهذا شكل المدخل مال الرئيسي، شيء بحر جبل، هي والله بحر. هاي البوابة بس على زين، بنرمس خلاف عادي اسولف وياكم. اي هذا منه، لا والله من كبره.
يعني الشبرة اللي نحن فيها هذه حتى المطعم، المطعم مطعم إيطالي الأحسن في شنتية سيدني من حجمه ونوعية الأكل، ماخذ ما أدري كم ستار وكم نجمة في الرقي والزين والحجم والترتيب والديكور شيء كبير. يا غير تحرى عمرك في وكالة المسؤول، شبرة من الشبرات هاللي يشلون الدور حتى تقريبا 20 سيارة يدخلن داخل في المكان اللي نحن فيه، من كثر ما هو كبير وسقفه فوق، يعني ارتفاع سقفه مش أقل من 20 متر يمكن أكثر بعد عن 20 متر. بلاد والله من كبرة، غير الناس تبتدي في من عقب الساعة 7:30، نحن عاد جايين من الوقت، نحن هذا نحن عشانه هو غدا وهو عشاء. بلاد والله من كبرة. أقول لكم أن هذا عدا عشائي في المطعم هالإيطالي، الأول كان أجبان وسندويتش كمثل السلطات، والحين طلبتنا الله يحفظكم الحمت عيل، عيل صغيروني شي قطيعاته هالكبير على كبر ربية، ويا نوع من أنواع الباسيلة بعد غير، وهذا الطير حجل، هذا طير بري ما الغابات ما أدري كيف، كان فنان نوعه من نوادج من ما يسوونه إلا المطاعم الإيطالية وبس، وهنموت على ما تشوفون. يا شكرا جزيلا، هذا طعمته أنا فنان، هذا بعد ما طعمته برد من الطعم ما برد أخبركم. والله إن عجبه المطعم، ها كل شاشات عرض، ها وين ما تصير، ها كل شاشات عرض دور ماذا. وبشيركم أبوي خرت خوارة البلة، يعني كلت أكل ما يخص في الصحي، وآخر شيء أبوي درت كلت تشيزكي وكلت كريم بورلي وطحنت الزمان، وهذا كل شرات بعد النخيل مطحون. رزتو وما شو بقولكم، ما شيء في الدنيا إلا وكلته، يعني لا شيء رجي ولا شيات. اليوم أكل اليهد وكل أكل ما يخصه في الصحي، آخر شيء بعد ختمتها بالحلاوة، جب ما كريم تشيز كيك وكريم بورلي وما أدري شو ثلاث أربع وشارات الجيلي بعد ما. والله المطعم ديكورات من داخل تأخذ العقل، هي لك عادها مطعم ملكي مفخم مالنا نحن، كراسي مخمال وما أدري شو وما أدري شو وما أدري، لا هذا عاد مطعمهم بارك الله فيكم، شيء مال الطبقة الصغراطرة الصغراطية الصغراطية زين، فلذلك يعني تلقط المطعم بهالطريقة. تو جت حوالي 5 طاولات تزر تقريبا المكان، يمكن الحين 30% شيء وادم فيه. نحن جايين من الوقت والله أكلهم فنان، كانت تبون الصدق كان فنان ولذيذ، طريقة تقديمهم فاخرة، يعني مطعم مال يعني 7 ستار تقريبا، مطعمهم 7 ستار، مطعم وايد يعني يجون هالمطعم ممثلين فنانين رجال أعمال ما ديش قايد، لذلك يعني حسب رسمي يعني كل اللي جالسين كلهم ببدل
كل هالعالم لابس بدلها. رجال بدل وصبر بيكم هذاك الطرف هذاك كل هالمجموعة كلهم بالبدل. فكل اللي موجودين أغلبيتهم يعني 99% لابسين بدل، بس اللي يعني اللي نحط طاولات حتى اللي عازمين نحن هالشباب هنا كلهم بعد لابسين بدل نحن وياهين هم الأبناء مدينة نهراني إلا هيسمي يا ودي حلق يلا والله بنرمس خلاص بعد حسن الفردان وعدي الفردان مشكورين على هالعزيم الفنان مشكورين وما قصرتوا بياض الوي مطعم انتقاء فنان وأكلهم من أروع ما يكون ويسدن مشاهدكم انتوا هالدار في هال في هال بلاد الغربة وقمتوا لنا بهالمايوب الفنان اللي بعمركم مقامك يا الله يا الله يحفظكم مشكورين مشكورين ان شاء الله ان شاء الله على طول عمار. هذا ابو كرت مال المطعم مطعم ابوي لا صار ولا استوى ايطالي المطعم ايطالي رقم واحد في منتهى الروعه اللي بي ابوي هالبلاد لازم يرب هالمطعم اللي في يحب الاكل الايطالي يعني بالنسبه للاكل الايطالي من اروع ما يحب. مشكورين على العزيم الفنان مشكورين مشكورين شكرا كل بياض وي شغلكم فنان وما شيء شراته انتقاء المكان روحه كم يسد يا الله يحفظكم السلام عليكم بابا كيف حالك زين بخير طرد بابا هذا ريال واجد مساعد هذا كان معك خدمه مال صلاه خلص الحمد لله حاضرين حاضرين يا خالد